Okay, guys, I was waiting, you know, more of your colleagues comes in. Okay, let me clear this. Yeah. خلينا أشوف الـ variables مخزنين عندي بعتهم من مبارح ولا لا. فهي TCP مثلا TCP عندي وفي عندي مثلا system group وفي عندي هذول بدي أحمل interfaces yeah excellent. فخليني أروح على this is Gulp بالك اوكي 127.0.0.1 اوكي هاي sys. اوكي let's start with Thuraya's question. اوكي Thuraya's question. اوكي هاي sys dot one وها dot one dot zero dot one dot zero yes وهاي sys dot two dot ايش zero. اوكي خليني هون اخطها اربعة طلعوا guys. اوكي قبل اي اشي اوكي يس طلع هون اخذت زيرو واضح شو اللي بدي يصير هون عندي احكولي شو بدي يصير هون قبل ما ننفذ الامر احكولي كويس انك تعرف قبل ما يتنفذ الكوماند مش ننفذ الكوماند بعدين تصير نفسر الكوماند يكون عندنا احنا عارفين شو راح يطلع مشان اذا طلع اشي مختلف نيجي نسال حالنا ليش اشي مختلف تمام هاي زيرو يعني هذول مش راح يصير عليهم هذول مش راح مش كل واحد راح دي يعني هذول الثنتين راح يمر عليهم اللوب اللي هي أربعة تمام يس احكي مين بده يحكي يحكي لنا شو راح يطلع معنا هون يس جو اهيد يس هلا ما في قيمه لان فهي ان صفر يس فراح ياخذ سيس 1 راح ياخذها ينفذها اربع مرات هي كل واحد بعدين اثنين بعدين شو هم الاو اي ديز اللي راح يطلع معي ياس هون تحت شو راح يطلع 2 3 2 3 و4 و5 تمام والثاني راح يجي ياخذها وراح يطلع عندي 3 4 5 6 فالجديد راح تكون 6 ياس وهاي فيها جديد اللي هي الاثنين صح ايوه وبدي هذول في عندي وان شغلات راح تتكرر خلينا نشوف الاسئله اللي حكته صح ولا لا تمام فهاي again هاي جابت لي هاي أكيد هلا هذول الثنتين ما بعرفش مين جاب لي مين هاي جابوا لي هذول الثنتين بعدين ردوا جابوا لي هذول الثنتين وهذول جابوا لي الثنتين أكيد هاي جابت لي هاي واضح هلا قديش هذول بده يكون عددهم المفروض يكون قديش عددهم 8 صح متأكد إنهم 8 ولا مش 8 هاي WC minus L لازم يطلع 8 هيها 8 عدد اللاينز 8 لانه هاي بتتكرر اربع مرات وهي اربع مرات ما فيش عندي هون ايرور لانه لسه هاي اصلا بتوصل للتسعة اوكي وحتى مش للتسعة بتروح على التري اللي بعديها وهكذا تمام اوكي ليتس تراي الشيء اللي كنا حاكينه انه خلينا نجرب هون نعطيه فيرجن 1 نشوف المفروض حكينا يطلع لي ايرور يس كانت سند اس ام بي بالك جيت كانت اجين فيرجن 2 لانه هاي بس معرفه على فيرجن 2 ففيرجن 1 اوكي فطلعوا لي طلع لي ايرور اللي هو الفاليو 0 طبعا يس هاي لازم نشيلها سوري يس كانت سند فيرجن 2 بي دي يو ان فيرجن 1 سيشن واضح فلازم استخدم فيرجن 2 طبعا ما فيش عندي 2 لازم استخدم 2 سي اوكي هلا طلع هون شو بدي اعمل كم اوبجكت عندي هون 2 طلع هون شو بدي أعطيه؟ بدي أعطيه 3 شو راح يعطيني؟ شو بتتوقع يعطيني؟ راح ينفذ الدوت ال 1 0 ثلاث مرات نوت هاي ان هاي ان ايرور راح يعطي ليش؟ متأم أكبر من كان يس طلعوا هاي على السريع وي نيد مور اوبجكتس لازم هون أقل إشي يكون عندي 3 طبعا اذا بحب اخذ هون 3 او 4 او 5 او 6 راح يعطيني نفس الايرور هاي نرجع للثلاث هاي اذا بعطيه هون سس اوكي
dot two guys. Okay. dot three. Okay. Yes. هاي لو حتى لو إني أكرر له نفس الإشي مش شرط by the way لأن بارح سألوني زملائكو شرط إنه يكون كلهم من نفس الجروب لا. أوكي طلعوا هاي TCP dot TCP حتى بدي أعطي إيش هون المشكلة TCP yes يا yeah. شو اللي صار هون عندي شو اللي صار ما أعطانيش إيرور بس شو اللي صار عندي إنه اشتغلت هاي بالضبط احكوا لي هاي اشتغلت وكأنه زي إيش كأنها اشتغلت زي SNMP get next مش get next لأن الواحد جاب لي الاثنين والاثنين جاب لي الثلاث وهاي اللي هي هاي اوكي رح نيجي نحكي عن شيء زي هيك بس هون خليني اروح اعمل هاي ارجعها مثلا واحد هلا واضح هون انه هاي رح يجيبها مره واحده وهذول كل واحده منهم رح يجيبها اربع مرات او مثلا عشر مرات هاي واضح إنها لهاي وبعدين هاي اللي هي الثلاث طبعاً هون interleaved طلعوا هذول الأوبجكتس هاي اللي حق امبارح برضو لاحظناها هذول كل واحد رح يمر عليها بلوب صح؟ واللوب قديش قيمتها؟ عشرة بس مش بمر على هاي بلوب بس يكمل منها بروح على هاي اللوب مرة واحدة وكل الأوبجكتس اللي بده يمر عليهم نفس العدد فبكون كلهم فهاي الاثنين من سوري هاي الثلاث من هاي بعدين هاي الستة اللي هي تي سي بي هاي بعرف لأنه السيستم واحد والتي سي بي عندي الستة اللي هي الستة دوت وان دوت زيرو أوكي بعدين هاي الواحد أربعة اللي هي الليكسيكوغرافيكال تا تو دوت زيرو أوكي الوان دوت زيرو الليكسيكوغرافيكال نكس إلها اثنين دوت زيرو وخلص هاي مرة واحدة هيها أوكي هلأ 2.0 lexicographical next تاعها 3.0 بعدين 3.0 بتجيب ال 4.0 وال 4.0 بتجيب ال 5.0 بعدين بتجيب ال 5.0 6.0 وال 6.0 7.0 وال 7.0 8.0 أوكي بعدين هون صار في عندي تيبل بعرف إنه تيبل ليش بعرف إنه تيبل لأنه مش زيرو أوكي هون تمام تمام هذا هيك مر على التيبل والتيبل حكينا كيف بمر عليه كولوم باخذ الكولوم كامل بعدين بمر على الكولوم اللي بعده كيف عرفت انه كولوم هيه هاي الكولوم الاول هاي التيبل 9 رقمه هاي بعني بالكولوم الاول اوكي تمام جود سوري مش بالكولوم الاول this is the table اوكي هاي بتكون الرو اوبجكت وهاي الكولوم اوكي الكولوم الثاني الكولوم الثاني الكولوم الثاني اوكي الكولوم الثاني وهاي الرو الاول فيه وهاي الرو الثاني الثالث الرابع تمام هلا التي سي بي طلع التي سي بي شو جاب لي اول شيء منها ال 1.0 ليش جاب لي 1.0 لانه هون ما اعطيته انا سكيلر اوبجكت اعطيته سم نود مش ليف نود فهاي مش لما تكون مش ليف نود فبيضل رايح على الموست ليفت فجاب لي الواحد دوت زيرو اوكي بعدين الاثنين دوت زيرو اللي هي السكسيسور لهاي وهكذا تمام 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 خليني اوريكم الشيء اللي انا امبارح زملائكم اوكي بدناش نعملها على اس ان ام بي بلك نعملها على نكست صح جيت نكست خلينا نعملها انبهكم على هاي الشغله اس ان ام بي جيت نكست طبعا لازم اشيل هذول لانه اذا خليتهم بعطيني عليهم ايرور اوكي جايز هلا هون شو رح يطلع لي احكوا لي شو رح يطلع لي this is get next شو رح يطلع لي رح يجيب النكست لهاي ال2 كيف رح يجيب ال2.0 الدوت زيرو اكسلنت هاي هاد 2.0 تمام لانها ايش اللي هي الليكسيكوغرافيكال سكسيسور لها طيب اذا اعطيته شيء زي هيك بدون زيرو شو راح شو اوكي شو راح يطلع لي نفس اللي فوق نفس اللي فوق دكتور لانه اوريدي اصلا 3 فاضيه لا طلع شو راح طلع لي
اوكي اللي هي هاي تعتبر لكسيكوغرافيكال نيكست لهاي. اوكي let me explain to you why is this. انه فيها دكتور ليف لانها هي مش ليف، لو انها ليف راح يس طلعوا اجين. هاي السيستم فيه تيبل بس ما بهمنيش. هاي السيستم بعدين عندك كون الواحد، هاي الاثنين، هاي الثلاث، لحد قديش كانوا كلهم عبارة عن سكيلر اوبجكتس، ثلاث لحد السبعة، اي ام شور لحد السبعة عبارة عن سكيلر اوبجكتس. كيف هذول بطلبهم؟ تطلبهم سيس دات، طبعا السيستم تكون هاي كاملة اللي هي الواحد دوت ثري دوت سكس دوت ون دوت تو دوت ون، هاي السيستم عندي هيك صح. تمام جود. هلا ممكن اطلبها اطلب هذا الاو اي دي على السريع. شو راح يجيب؟ حكينا المره الماضيه راح يروح على اذا بتطلب هذا الاو اي دي اللي هو هون راح يروح على الموست ليفت، الموست ليفت اللي هي الواحد، وراح يجيب لك اللي هي الانستنس تاعها اللي هو الزيرو. بالتالي هذول بما انهم سكيلر كل واحد له جست وان انستنس اللي هو الزيرو، يعني كانه عباره عن سب نود منه صح. هاي زيرو، طبعا هاي زيرو، هاي زيرو، هاي زيرو، واضح انها هاي عندي زيرو، هاي equivalent لزيرو، مشان فرقها عن النود هاي، والنود هاي اللي هي عبارة عن just circle. اوكي تمام good. فاذا بتعطيه system على السريع راح يجيب لك system.1.0 تمام، اللي هي 1.3.6.1.2.1.1.0 تمام. هلا اذا اعطيته هاي كامله راح يروح يجيب لك ايش النكست لكسيكوغرافيكال سكسيسور لها اللي هي 2.0، لانه ما في عندي شيء دوت 2، لازم 2.0. هاويفر اذا اعطيته لحد ال1 سيستم دوت 1، هلا هون ما كمل هو حتى يروح على الاثنين. مين تعتبر بالنسبة له اللكسيكوغرافيكال سكسيسور اللي هي الانستنس، فراح جاب لي ال1.0. واضحة جايز؟ واضحة؟ واضحة؟ واضحة دكتورة. يس اكسلنت ثانك يو. واضحين هذول الفرق بينهم؟ هذول المفروض انا عامل لكم اياهم بالسلايدات موجودات. اوكي على الاس ان ام بي جيت نيكست اجين اجين again، واللي اي شيء applies على get next it applies على ايش البلك. اوكي فهون التي سي بي ليش جاب لي بحاله التي سي بي، طلعوا حاله التي سي بي ليش جاب لي ال1.0، لانه انا ما اعطيته اوكي، وهذول كلهم طلع سكيلر اوبجكتس 1.0 2.0، فهيك ما جاب لي 2.0. ليش؟ لانه هاي مش ليف نود، لو انها ليف نود كيف بعملها ليف نود؟ هيك هاي ليف نود. طبعا اذا بعطيه هيك شو راح يعطيني؟ هاي تي سي بي زي الاولاني بالضبط، بس اجين اذا بتعطيه شيء زي هيك كله بيختلف عندك. اول واحد شو راح يجيبها؟ 2.0. تمام 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 واضح guys؟ واضح واضح يس واضح اكسلنت. يا اسالوني اذا وما اذا وشي زي، لانه امبارح مع زملائكم جربنا طلعوا many ايش things، لانهم قاعد يصاروا يسالوا اجين. هلا بتسالني راح اجاوبك، راح احكي لك راح تكون زي هيك. عشان هيك قبل شوي حكيت لكم قبل ما ننفذ الكوماند لازم يكون عندك انت عارف بس انك فاهم البرنسبل وفاهم انه شو راح يطلع معك. بس هو مع ذلك اجي احكي لهم اوكي ليتس تراي اتاكد انه جوابي صح لكم. اوكي فا اجين هلا انا هون طبقت قديش 10 اكزامبلز عندكم، عند زملائكم طبقت ممكن 15 20 اكزامبل. جايز اون يور اون قديش لازم تطبقوا انتو على اس ان ام بي بلك جيت؟ كم اكزامبل لازم تطبقوا؟ 20 to 30
قديش؟ 23. لا هلا if you if هيك if you apply if you try it 1 million times this is very small number بعتبره. اوكي تمام يس. حتى تتعلم بدك تقعد ايش هاي انك تعيدها اوكي وتجرب اكثر من شغله حتى انها الامور عندك will be ايش يعني المعلومه خلص تتخزن وتحيط فيها كامل. اوكي تمام. other things other things okay let me see شو الـ examples اللي كنت اطبقهم عن زملائكم. اوكي اوكي I am not being okay هلا هذول examples مش اللي طبقتهم انتم. اوكي I cannot go بالهيستوري اكثر من هيك للاسف. اوكي هلا بقدر اعمل الشيء التالي history yes خليني أشوف شو كان أطبق عندهم أشوف إذا بديش أكون في معلومة عندكم لأنه أنا هيك ملزم إنه أشرح لكم نفس الشرح تاعهم. هل هم كانوا يسألوا أوكي كانوا يسألوا أوكي فأجي أطبق أوكي بس أنا ملزم أشرح لكم لأنه أنا مش كونكم حاضرين مش مجبور منكم إذا حطيت التسجيل لمحاضرته أو محاضرتهم بلاش يكون مش مطلوب منك إنك تروح تحضر محاضرة مرة جديدة. أوكي هلا هاي أنا كاين أطبقهم هذول on my own. أوكي هلا this is I am sure يس أنا مبارح بلشت عندهم من هون تمام. هاي طبقناها عندكم لما يطلع error لما يكون عدد ال n أكبر من عدد ال objects حكيناها تمام تمام good. عملنا هاي الإشي هلا حكيت لكم عنها الفرق بين هاي وهاي تمام good. هاي الإكزامبل اللي كان بالسلايدات صح تمام. نو no, مش الاكزامبل اللي بالسلايدات هاي اجين هاي هذا اللي هاي راح تشتغل زي اي اوكي هاي كانت زي الشيء اللي عملته عندكم this is SNMP get just مشان اوريهم الفرق بين هاي وهاي وهاي اللي وريتكم اياه هلا. هاي زي الاكزامبل اللي كان بالسلايدات هاي عملناها هلا مثلا عملنا شيء مثلها لما تكون هاي زيرو فالست بدهم يتطبقوا هون تمام. again هاي لأنه سألت واحد من زميلاتكم مش شرط إنهم يكونوا بنفس الجروب okay مش شرط يكونوا اثنين ممكن يكونوا أكثر من اثنين تمام. again هون طلعوا حتى أكثر من جروب بالسيستم بالتي سي بي okay تمام. يعني هلا أوريكم بس this command تز يعني intuitive بس خلني again هاي اكثر من جروب هذول اربع جروبس مختلفين كنترول سي كنترول في تمام. شو ضل عندي هون again هاي مش الشغلات اللي اوكي هاي اوكي هاي بعدين هون مش الشغلات اللي هاي الست again هاي on my own انا كنت اجرب هاي الشغلات اوكي شو المشكله هون interfaces ليش خمسة يس واحد قيمة الأن دكتور أكبر من الكاف طب أوكي فأجيان هون ممكن هاي نعملها yeah, thank you. اثنين أو واحد أو زيرو فالآن أكم قديش بدي يجيب لي عدد الأوبجكت ستة ضرب واحد اثنين ثلاث أربعة 24 أوكي خلينا نتأكد إنهم 24 يس 24 فالآن بروح هون على السيستم بيجيب لي 1.0 بعدين السيستم هاي بعرف انها السيستم اوكي هاي السيستم 2.0 طبعا هاي جابها من السيستم بعدين التي سي بي 6.1 بعدين الاي بي 4.1 بعدين الانترفيسز 2.1 وطلعوا هلا هذول كلهم سكيلر اوبجكتس هلا في عندي هون بالانترفيسز اي هيت التيبل صار يجيب لي من التيبل وهكذا تمام جود جود جود
Good. في questions? Questions before I move على السلايدات تاعوني. في questions? Questions? في questions? Excellent. Okay. Let me move على PowerPoint slides or sorry, PDF slides. Okay. هلا نرجع للسؤال أسيل. هلا شو فائدة الجت بالك ريكوست؟ هاي again. شو فائدتها؟ فائدتها إنه it requests the transfer of potentially large amount of data, large tables مثلاً efficiently in just one request. Okay, one ish. One response. Okay, it allows the management to retrieve a large section of a table at once. تمام. Good. هلا هذا اللي ما كانش بقدر أعمله يعني هذول خصوصاً لما يكون عندي table. Okay, مش scalar. لأنه هلا بده يجي واحد يحكي دكتور ما هي ال SNMP ال SNMP get next. بقدر أعطيها هون objects. صح؟ بقدر هون أعطيها objects وتجيب ليهم كلهم. معناته شو الاختلاف صار؟ الاختلاف between the get next وال get bulk this parameter. ها ما في فرق. ها لأن هذا أصلاً حكينا إن هذول اللي بعطيهم هون هذول exactly اللي بيجيبهم زي الـ SNMP get. ففيش هاي ما بتعطينيش الفرق. وين بتعطيني الفرق هون؟ اللي كانت الفكرة اللي هو successive Successive invocation للget next من حالها بدال أنا اللي هو زي أنتم أنتم شغالين بالهومورك باي ذا واي بالهومورك مش مسموح حكي لكم إنه مش مسموح لكم تستخدموا هذا الشيء. هلا هون بيعملها هو أوتوماتيكلي بدال زي ما هو أنتم بالهومورك أبعث ل أوكي ل object وتيجيني وأجي أطلب النكست one النكست one النكست one لأنه هلا مثلا زي التابل زي التابل مثلا التي سي بي تابل ما بقدر اجي كلهم احطهم هون لانه اصلا ما بعرف فمش التي سي بي تيبل هو بيختلف عن الانترفيسز تيبل الانترفيسز بعرف انه الاندكس الحلو فيه من واحد لعدد الانترفيس وعند الانترفيس بقدر اجيبهم اما بحاله التي سي بي كونكشن حكينا عنها هاي المشكله انه لما يكون عندي اذا ما بدي اعرف شو هم الاي بي ادريسز والبورت نمبرز اوكي فكانت الفكره لازم اجيبهم ايش ريكوست باي ريكوست هلا هون فكره الجيت بالك ريكوست بيجيبهم بايش سنجل اور بفيور نمبر اوف مسجز اوكي يعني هلا هون اخذنا اكزامبل على التي سي بي تيبل والتيبل كان رقمه TCP group table رقم 13 بعدين هاي الرو انتري بعدين في عندي كولومز الكولوم الاول الكولوم الثاني الكولوم الثالث الرابع الخامس والكولوم الاول اللي هو الستيت طلعوا كيف اللي هذا التيبل بدي اجيبه هون ما كانش ما فيش عندي اوكي ما فيش عندي بالاس ان ام بي جيت نيكست هاي التابل بالجيت نيكست ريكوست لازم ايش اجيبهم لازم اجيبهم 1 باي 1 اي ما فيش عندي حل الا هيك طلعوا هلا تي سي بي كونكشن تيبل بدي اجيب بالجيت بالك ريكوست باقي هاي هو الجروب 13 التابل ذس از ايش عباره عن ال1 هاي ايش هاي ال1 هاي الرو اوبجكت وهاي الكولوم الاول هاي الكولوم بدي الكولوم الاول بدي اجيب الكولوم الاول كامل طبعا انا ما بعرفش قديش فيه فاجيت انا من عندي اخترت رقم arbitrary 6 فطلع شو جاب لي هي هذا التيبل هي 13 هي الرو اوبجكت هي الكولوم الاول هي الكولوم الاول هي الكولوم الاول هي الكولوم الاول بعرف انه هون راح على الكولوم الثاني لانه انا طلبت منه الستة مو حكينا انه كيف بيمشي على التيبل كيف الـ SNMP get مو بيشتغل زي الـ SNMP get كيف بيمشي على التابل هيك بتمشي على التابل
بيجيبهم هيك بس خلص بتروح هون. حكيناها هاي قبل هيك صح؟ هيك تمام. فأجين هاي هو قاعد بيجيبهم، جاب الكولوم الأول. طبعا في عندي أربعة انترس. طبعا أنا ما بعرف، أنا ما بعرف أجين فكرة بالاس ان ام بي ريكوست إنه أنا بدي أجيبهم، ما بعرف إيش قديش هم عددهم على عكس الانترفيسز. أوكي، لأن هذا التابل كان حكينا عنه interesting table. أوكي، وزي تابل زي ال routing table أو التابل اللي أنتوا شغالين عليه بالهومورك، ما بعرف exactly قديش عدد الروز رح يكون فيه. فهون أنا أعطيته رقم 6، فبعرف إنه هون خلص الكولوم هون، فباجي لازم أنا المانجر أجي. هلا هذول يجوني كريسبونس. هلا فكرة المانجر إنه يجي يعمل chop out these، يقطع هذول السطرين ويعتبر this is الكولوم الأول. كيف بدي أعرف إشي زي هيك؟ من هون or من هون اطلعوا this is integer this is IP address. بس هاي مش دائما بتصبط. ليش؟ لأنه التابل عندنا هاي عبارة عن integer type تاعها، هاي IP address. بس تخيلوا تروح على تابل فيه two columns اللي وراء بعض يكونوا integers or يكون IP address، بتبطل تقدر تفرق عن هذا الطريق. اوكي، بدك تصير الان تعمل بارسينج، وهذا الشيء بدكم تشتغلوا بالهومورك انتوا اللي عندكم. بدك تعرف انه انتهيت ولا ما انتهيت من التابل. اوكي تمام، هاي من الامور اللي لازم يو هاف تو ادرس بالهومورك تاعتكم. هون بعرف اني تخلصت من الكولوم، فهذول لازم اجي اشيلهم. تمام. طبعا لو في عندي 10 روز، هلا السؤال لو في عندي 10 روز وانا اعطيته 6، فباجي مثلا بطلب اول شيء 6، باجي بحس اني ولازم هاي فكرة المانجر يعمل بارسل، يعرف انه بعده بالكولوم الاول، بده يجيب الكولوم الاول كامل. فبعمل ايش؟ النيو اجين، مش شرط تكون 6، بس اجين ذس از اربيتري، انا اخترتها هيك جست. تمام. طبعا هون انا مش مختار اي شيء اللي هم يكونوا نون ريبيترز. اوكي، لان بدي اجيبهم كولوم كولوم. اوكي تمام. فبجيب هيك اول 6 مثلا، اذا هم 10، بعدين بجيب 6 اللي بعديهم، بكون بعرف انه رحت على التابل اللي بعده. فايتز زي سيرش الجوريثم. اوكي، اجين يعني يو دو نوت نو، فبصير انه انت الفكره انه هذا الرقم تاعك ممكن تزيد له اور تنقصه. اوكي تمام. طلع هون بدي اجيب هون الكولوم الاول، هاي تي سي بي 13.1، تي سي بي 13.1 ثابته. هون بدي اجيب الكولوم الثاني، طبعا بعدني اي ستيكر للرقم تاعي 6 كان، بس بستطعت من هون اكتشف انه هاي لازم احولها لأربعة، ومع ذلك ما حولتهاش لأربعة، لانه هذه باي ذا واي ذس تيبل از ايش دايناميك، يعني ممكن بين انفذ هذا الامر وهذا الامر صار عندي نيو تي سي بي كونكشن، فممكن يزيد. تمام يس. اوكي، هلا طلعوا هون باجي 6. اوكي طلبت 6، فبعرف this is الكولوم الثاني، الكولوم. طبعا انا ما بحتاج هذول at some point، لازم انتم بالهومورك تاعيتكم لازم نفهم هذول الامور، وهذول اللي بدي اعبيهم. بس انا هون بعرف انه these are var binds لل OID والفاليو تاعيته، بس احنا بنهتم بالفاليوز. again المانجر لازم يهتم بالفاليوز ويعرضهم some graphical or table او شيء زي هيك. هون I'm not يعني الهدف هون انه نفهم فكرة الجت بالك ريكوست، بس مش الهدف انه نفهم الكونتكست لهذول. اوكي، فجيت هون التيبل الكولوم الثاني، بعدين هون انتقلت على الكولوم الثالث. تمام. بعدين هون طلبت الكولوم الثالث، فهي الكولوم الثالث ثالث ثالث ثالث. بعدين هون بعرف انه الكولوم الرابع، فاي نيد تو تشوب ذيس اوت. بعدين هون طلبت الكولوم الرابع، فبعرف انه هذول اوتسايد الكولوم الرابع. طبعا هذول اللي هم بيتكرروا باي ذا واي، هذول اللي بيتكرروا باول اثنين هون وهكذا، وهذول راح يتكرروا تحت. هاي الكولوم الخامس، فبجيب هذول at some point، هذول I need to chop them. اصلا هون طلعت برا التيبل. كيف عرفت اني طلعت برا التيبل؟ التيبل عندي حكينا 13، this is table، this is 14 15، هذول two scalar ايش objects. كيف عرفت انهم two scalar objects؟ من الدات زيرو. تمام. What's next? Reset request again. هذا اللي هون وقفت عن لزملائكو، وقفت لهم exactly here. تمام. Guys, do you have questions?
واضح؟ أوكي أسيل. Did I answer you? يس دكتور وصلت الفكرة. يس هدول إنه no way كان بقدر أجيبهم. إذا بدي أجيبهم بالSNMP get next ما بقدرش أجيبهم هيك. لازم واحد واحد لأنه بس تيجيني هاي لازم أنا كنت مانيولي لازم أعمل فكرة لازم يعني أخذ الجواب الأبل وأحطه بعدين بالثاني عشان أجيب اللي هي شغالين عليها بالهومورك. لازم أنا أعمل invocation للسكسس أعمل invocation successively manually تمام. على عكس ال got bulk request it does it automatically كلها بتيجيني إيش بone إيش بتيجيني بone message تمام 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 بس تمام دكتور. يا أوريكم إنها بتيجيني just one message. أوكي خليني أعمل هون sharing with you the complete desktop. بس في شغلة دكتور هلا دقيقة أحمد. Continue without saving. أوكي بعمل هيك قاعد الواير شارك بعمل إيش capturing هذول وهون خليني أحكي ستة يا وهذول طلعوا guys this is the gut bulk request. قديش عدد ال OIDs فيها؟ واحد اثنين ثلاث أربعة ال var binding. okay وينهم ال var binding؟ هيهم أربعة طبعا فيش داعي لل all هيهم again هاي الأول هاي الثاني هاي الثالث هاي الرابع. هاي الجيت ريسبونس قديش بده يكون فيها؟ حكينا 24 هاي هم الجيت جست وان مسج شيء هم وينهم هذول اللي طلعوا عندي على التيرمينال تمام جست وان مسج طبعا اجين هلا السؤال بقدر هون اطلب 1000 نو لانه المسج لها ماكسيمم الام تي يو 1500 بايت فات سم بوينت فكره الايجنت هون المانجر طلب مني 1000 اوبجكت وكل اوبجكت والماكسيمم ريبيتيشنز عاملهم 100 بقدر ارسل له كل شيء لا بعمل بضل اعبي لحد ما اكمل الماكسيمم بي دي يو عندي وبرسلها والباقي بحمله. هلا مسؤولية المانجر لما يصله يعرف انه شو اللي اجا وشو لازم يطلب نكست زي مهمة المانجر انه لما يجي ريكوست زي هيك يعرف شو اجا اشي زيادة يعرف شو ياخذ وشو يرمي. نفس الاشي ممكن يطلب هون 100 وهذول هون يحط تيبل كبير بطاقين الايجنت برد عليه بعث له بس أربعة انتريز. هلا مسؤولية المانجر يعرف إنه الديتا اللي إجته مش كاملة أوكي لأنه أوكي ما إجاش مثلاً إيرور إنه end of table or end of mib view tree أوكي مهمته إنه يرجع يطلب مرة جديدة تمام 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 guys تمام yes yeah go ضايل معنا أربع دقائق go ahead أحمد دكتور هلا بالنسبة هلا أنا بالهومورك شو اللي سويته أنا أخذت أول أوكي ما تحكيش على الهومورك yes هيك شغالة؟ لا أنا شو اللي سويت؟ دقيقة شغالي معك؟ ما شغالة معي اشتغلت خلاص طلعوا البروغرامينج أسايمنت بديش تيجي تحكي لي أنا عملت تاكل as long as أنت عاملها خلاص وطالع معك ومش بتجربها مرة واحدة again خليني هون أحكي لكم guys ما don't assume إنه التابل عندي في يوم رح يكون 10 أنا ممكن هون نيجي نعمل إيش على 20 ودونت أسيوم إنه لازم يكون مينيمم 2 ممكن هون أنا أجي أعمل يكون التابل فاضي بالتالي أنت بدك أجين بدك يكون البروغرام تاعك يأخذ كل الكيسز كل سبيكترم تاع الكيسز وضروري إنك تركز مرات على الباوندري كونديشنز على الإكستريم كيسز دكتور انا عملت تيست اوريدي على اكثر يعني yes. انا عملت على يس و2 نتورك ادابترز بعدين حطيتهم 5 نتورك ادابترز يس
يس تمام. هلا خليني هون اوريكم منين هاي الانفورميشن اجين، منين انا بجيب يعني الانفورميشن هاي فور يور اون بنفيت جايز. اوكي اجين من الكتاب، بطبق اشياء عمليه بايدي مشان افهم وكمان وبروح بقرا الار اف سي. اوكي تمام. هلا هون وين لازم اعمل يا هلا خليني بس اعمل، بدي اعمل شيرينج جاست فور اونلي بالسفاري. هاي السفاري هيو الار اف سي عندي وبقرا منه. هيو الار اف سي رقم، طلعوا قديش رقمه. الألف وتسعمية خمسة. This is the RFC لل SNMP version 2. أوكي طبعاً هون كله فيه كل إشي. أوكي بحكي عن الأشياء كاملة. أوكي تمام. هاي definitions at some point رح نيجي نحكي عنهم. هاي ال PDU processing، هاي ال PDU، طلع هاي ال PDU processing، هاي ببلش فيهم هاي ال get request PDU يعني الباكت المسج، هاي الجيت نيكست مسج. اوكي هاي اكزامبل على التابل ترافيرسل على الجيت نيكست، هاي اللي اخذناه عملي. هاي الجيت بالك ريكوست بي دي يو، هاي اليوم غطيناها المره الماضيه واليوم. ات سام بوينت اون بيجي بحكي هيو الان اجين، انا ما اخترعتهم. هاي الان والان ضرب ار، والار شو هي عباره عن شو الR، where R is the maximum of عدد البايندينجز الفاريابل اللي هي K حكينا ناقص N or zero، لأنه ممكن يكون ال K وال N متساويات فبطلع zero. أوكي تمام. فهاي ال N عدد البايندينجز اللي بدهم يكونوا، وهون بيجي بحكي كيف بيشتغل ال إيش ال agent. و some point one بيجي بحكي في عندي iteration، هاي iteration i اللي هي loop اللي حكينا عنها. اوكي وبيجي باخذهم object by object وبمر عليهم guys. ف you are highly encouraged انك تقرا هاي الامور، بس زي ما حكيت لزملائكم امبارح، هلا في اذا امور هون ما فهمتهاش، جمله ما فهمتهاش اوكي ما تسالنيش عنها، لانه انا هون راسي وجعني وانا اقرا بهاي الامور. عشان هيك كتبت لكم اياهم بالسلايدات بلغه اتليست انا فاهمها. اوكي هلا مش شرط انتو جايز، انتو ممكن تيجي هاي الامور تفهمها افضل مني وتحس انها فيها مور انفورميشن دان بالسلايدز. اوكي بس انا حطيت لكم بالسلايد بلغه سهله اتليست انه مفهومه. اوكي واكيد الاكزامبلز وضحت الامور، بس هون اكزاكتلي بحكي لنا كيف الالجوريثم بتشتغل. تمام 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 اوكي تمام جود جود. تعطيك المحاضره I'll pause in here for whatever 1 minute. أشوف إذا في عندكم questions. إذا فيش عندكم questions يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في questions. But again, guys, you have to try on your own as much as you can. مش as much as you can. You have to exert yourself. You have to force yourself to try billion of times. Okay? تمام. Questions, questions, questions.